الموصل هي ديرتك الأولى، بقيت بيها أم انتقلت إلى بغداد فيما بعد؟ أنا ظليت يعني بيها لغاية قبل بداية السبعينات، انتقلت من الموصل، يعني اشتغلت مسرح في الموصل. نعم. يعني اشتغلت مسرح الشباب المعاصر، اشتغلت فرقة مسرح الرواد، اشتغلت مع مخرجين في الموصل. الله يرحمه ما كان له توجهات، يعني ما كان له فرض رأيه في موضوع يعني الحقيقة المسرح. ما يعرفون ما كانوا يعرفون، يعني ما كان أكو يعني سبوت لايت على المسرح تلفزيون أو صحيح. كذا، لأن التلفزيون تأسس مؤخرا بالموصل ب 68-69، فكنا من نمثل ما حد يعرف بينا نمثل، ولو كانوا يعرفون الحقيقة ما كانوا يوافقون، لأنه عائلة متشددة جدا. صحيح. وأنا حتى من رحت للفنون الجميلة ما أعلنت أني رايح للفنون الجميلة أصلا. نعم. يعني بعد فترة اكتشفوا، يعني تكاد تكون مع بعض أعضاء العائلة الأسرة كذا تكاد تكون قطعت يعني معي. صحيح. واسترجعوها بعد ما اكتشفوا أنه أنا استطعت أن أحقق حضور في بداية السبعينات. بس اشتغلت مسرح في الموصل وطلعت من السبعين وانقطعت تقريبا روحاتي للموصل قليلة، أو ما زاولت النشاط بعد ذلك. لكن بيت الأهل لا زال في الموصل. لا زال في الموصل، يعني عندي أخوة لا زالوا في الموصل. حابب أمشي وياك على بعض التواريخ المهمة في حياة محسن العلي. وقبلها حقيقة استوقفني شيء، وأنت يعني أثناء الترحيب كنت تمر على الصور، صور أكيد كثير منهم أساتذتك بشكل مباشر. أريد أعرف فشي سريع عنها. يعني هي صور أساتذتنا، يعني صدمت في الدخلة الأولى، يعني محزنة، يعني غادرونا أساتذة، قسم منهم غادرونا شباب، يعني قسم منهم درسوني أستاذ إبراهيم جلال، أستاذ سعد عبد الرزاق، أستاذ جعفر السعدي، يعني ما شاهدتم محزنة. إضافة إلى ذلك صورة الفنان كان أحدهم قاسيا عليك، يعني قائد النعماني. نعم. اشتغلنا مع بعض كذا، يعني خذتني أول دخلة طابع من الحزن يعني. صحيح. وأنا شاهدها، لكنه جميل جدا أن تضع هذه الصور في استذكار عظماء كانوا مبدعين، وهم اللي فتحوا لنا الأبواب أن نكون حاضرين في الوسط الفني. رموزنا وكبارنا بلا شك. هل لك ذكريات مع أحدهم كانت يعني كان أحدهم قاسيا عليك نوعا ما؟ طيب عندي ذكرى مع اثنين، مع الأستاذ أسعد، والله ثلاثتهم صورهم موجودة، الأستاذ أسعد عبد الرزاق، أستاذ جعفر السعدي، أستاذ إبراهيم جلال. كنا رحنا، أنا كنت بالإذاعة أشتغل في الإذاعة، وكان ياخذني دوامي كمخرج في الإذاعة كثير عن دوام الكلية، فعندي غيابات وهم فاصليني ثلاثتهم. كنا بالموصل رايحين للموصل، وعازمهم عندنا بالبيت. جميل. على غداء ومال الموصل، تدري، كبة وتباجة ودولمة، وأستاذ أسعد يحب الأكل، وأستاذ إبراهيم أكول تمام يحب الكبة، وقاعدين قبل دا يأكلون. قال عندنا خبر، يعني إحنا ما له علاقة بالأكل، خاف تطردنا وكذا. قلت لهم لا. قالوا لا، أريد ناكل. يلا نقول لك والله. قلت لهم يا بأكلوا، طبعا الضيوف عندي، وإحنا الضيف إلى ثلاث دبشات علينا، قولوا انتوا ثلاثة، ثلاث دبشات عندكم، انت واحد انت واحد. خلصوا الأكل، قالوا ترى احنا فصلناك من الكلية. طبعا انا فشرت، لقيت لهم السمو اكلتوا، ما تستحون، ما تخجلون. استاذ اسعد يذكرها دائما، يقول تتذكر يعني هذه. وما رجعوك يعني بعد ذلك؟ يعني فوتوا عليها سنة. بس أنا يعني في وقتها في حينها جاوبت بجواب قاسي، لأنه كانت الأستاذية والزمالة موجودة مع. صحيح. بعض. صحيح. كنا قلت لهم أنتوا يعني بالأكل بطنكم ما غزر حرام. قلت الله يرحمهم يحسن إليهم.